اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم 60 شو طبيب الرحمه في شهر الرحمه. النهارده هنتكلم عن سفينه. الله، هتقول لي سفينه؟ انت غيرت البرنامج، مش كان على الحيوانات؟ ايوه يا فندم، ما هي دي سفينه الصحراء. النهارده هنتكلم عن الجمل. الجمل حيوان من فصيلة الجماليات، بيشتهر بالكتلة الدهنية اللي على ظهره، بتسموها ايه؟ سنام. شعره اسمه ايه؟ وبر. وبيقال ان الجمل ليه حوالي 1000 اسم مختلف، كل اسم بيعبر عن حالة معينة، لكن اهمها ان الجمل اللي هو الذكر والناقة اللي هي ايه؟ الانثى. ودايما اخواننا الخلاجة يسموها ناجة، يقول لك انا عندي ناجة يا دكتور بتمشي ايه؟ بترمح. وبتنقسم الجمال او الابل الى نوعين، الجمل العربي وده له سنام واحد وبيعيش بمناطق تاني اللي هو الجمل ابو سنامين، ده بيعيش في منطقه اسيا الوسطى، وعمر الجمل بيتراوح من قد ايه؟ 30 ل 40 سنه. طب طول الجمل كامل النمو قد ايه؟ بيوصل لقريب من 2 متر، يعني متر 85 سنتي. وبتصل سرعته ل 65 كيلو متر في الساعه، يعني مش حيوان بطيء زي ما انتوا فاكرين. الإنسان روض الجمل ده إمتى؟ من 3000 سنة، في حوالي 20 مليون راس من الجمال في العالم، منهم 14 مليون بسنم واحد، وتستحوذ الدول العربية 70% منها. الجمل له أصوات كتيرة جدا، منها الحنين وده بيعبر بيه عن حزنه، وصوت الرغاء وده بيعبر بيه عن الملل والفراغ، والهميس ده صوت خوف الجمل عند المشي. كنت في زيارة يا جماعة لدولة الإمارات من أكتر من 5 سنوات، كنا في المزرعة دي وشفنا مربيين جمال أشكال وألوان وأحجام وحاجة جميلة جدا، بياخدوا منتجات اللبن دي عشان يعملوا منها شوكولاتة ويعملوا منها عصاير. ورحنا شفنا بصراحة المنطقة هناك، ما لقيتش ولا جمل زعلان ولا جمل صوته عالي. فعشان كده لازم أرحب ولازم أحيي دولة الإمارات، لأنهم من أكتر الدول العربية اللي بترعى الحيوان، وبالذات بترعى الجمل وتقدره، ومعاها السعودية ومصر حبايبنا، ومصر دي أم الدنيا بلدنا. ومن أهم صفات الجمل إنه يقدر يتحمل العطش لأسابيع، ولو لقى كمية كافية من النباتات العشبية يقدر يعيش بيها لحد 6 شهور. طب بيخزن الأكل فين؟ بيخزنه في منطقة السنام اللي أنا قلت لك الكتلة الدهنية اللي فوق دي هي دي. ومن صفات الجمل اللي مش معروفة إن الجمل بيشاركنا كبني آدمين في صفات كتير جدا. أول صفة منهم هتقول لي ده صفة وحشة قوي، أقول لك معلش، بينتقم من اللي بيأذيه. في قصة تداولوها زمان في التراث العربي بتقول إن راجل مسك الجمل بتاعه ضربه ضرب مبرع وعور الجمل وبهدله، وبعدين بص في عين الجمل بتاعه حس إن الجمل بتاعه هينتقم منه، فقال لك أعمل إيه؟ قام رايح واخد الجمل وراح باعه لناس في قبيلة تانية بعيدة جدا. الجمل بعديها اتباع لخمسين ناس، يعني قعد يتباع من هنا لهنا 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 عشرات المرات. بعد 10 سنين سافر الراجل ده وراح مكان الجمل شافه، الراجل بص لقى هو نفس الجمل اللي هو باعه من 10 سنين واللي هو ضربه، حس بعين الجمل نفس نظرة الانتقام، حس ان هو مش هيسيبه. قام رايح داخل الخيمة بتاعته وقام قالع الهدوم بتاعته وقام حاشي الهدوم بتاعته كلها طوب ورمل واحجار، ومشى بلبس تاني من الخيمه. لقوا ايه اللي حصل للناس؟ الجمل دخل الخيمه دي وبرك على اللبس بتاعه فطسه عشان فاكر ان هو جوه، وقعد يطحن فيه لغايه ما يتاكد ان اللي جوه ده مات، ما يعرفش ان هو هربان. بعد فتره راح صاحبنا اللي هرب ده لسوق فشافوا الجمل وعرفه، وعرف انه فشل في انتقامه وطب ساكت مات
عشان عرف ان هو معرفش يخلص منه. سموا الجمل سفينة الصحراء. ليه سموه سفينة الصحراء؟ الجمل اولا حيوان يحب يكون موجود في الصحراء، افضل حيوان في نقل الناس والبضائع في الصحراء، وكمان وهو ماشي بيتمايل، عشان كده الناس دايما يشبهوه بسفينة الصحراء. لفظ الابل في القرآن الكريم اتوارد في عدة مواضع، منها لما ربنا قال ومن الابل اثنين، ده في سورة الانعام الاية 144، ولما قال ربنا برضو افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، ده سورة الغاشية الاية 17. ولفظ الناقة ورد في 7 مواضع، مرتين منها في سورة الأعراف، ومرة واحدة في كل سورة من اللي جايين دول، سورة هود والإسراء والشعراء، كلها القمر والشمس تشير إلى ناقة النبي صالح، كما في قوله تعالى وآتينا ثمود الناقة مبصرة، دي سورة الإسراء الآية 59، وقوله تعالى هذه ناقة الله سورة هود الآية 64. ورد اسم الجمل مفرد بالنص الصريح مرة واحدة. راح يشتكي للرسول من صاحبه، الرسول كان قاعد لقى فجأة جمل جاي بيتنحنح وقاعد جنبه وزعلان جدا، فالرسول قاعد يسمع منه. الجمل كان بيشتكي له من صاحبه ان هو بيسيء له وبيستخدمه استخدام قاسي جدا. الرسول راح لصاحبه وعنفه جدا، عشان تعرفوا يا جماعة ان دي كائنات بتحس زيها زينا، وكائنات ما ينفعش تظلمها، لانك لو ظلمتها في الحياة الدنيا والله ربنا هينتقم منك في الدنيا وهينتقم منك في الاخرة. طب ايه فوائد الجمل للانسان والبيئة؟ اكتشف العلماء والباحثين اهمية للحوم والالبان بتاعت الجمال، ان هي مضادة للبكتيريا، بتقوي المناعة، بتفيد جدا مريض السكر، غنية بالفيتامينات، غنية بالمعادن اكتر من لحوم والبان بتاعت المواشي. طب ايه هي اشهر الابل في تاريخ العرب؟ كلكم عارفين طبعا ناقة الله لثمود التي ذكرت في سورة الاعراف. كان في نبي الله صالح، نبي الله صالح راح قال لاهله يا جماعة امنوا بربنا، قالوا له يا عم الحاج مش هنؤمن، احنا عايزين آية. قال لهم ايه الآية اللي عايزينها؟ قالوا له عاوزين الصخرة دي، شايف الصخرة دي؟ تطلع لنا منها ناقة. سبحانك يا الله، ربنا استجاب لهم وطلع من الصخرة الناقة، ومع ذلك لم يؤمنوا، فعذبهم الله وأنزل بيهم أشد العذاب. في كمان الناقة اللي تسببت في حرب لمدة 40 سنة بين قبيلتين اللي هما قبيلة بكر وقبيلة تغلب. إيه اللي حصل؟ الناقة طلعت تاكل في أرض، راجل قتلها، فالست صاحبة الناقة راحت اشتكت للأمير بتاعهم، قام الأمير فأعلن الحرب، قعدوا يحاربوا بعد 40 سنة بسبب الناقة دي. ناقة رسول الله التي أسماها القصواء، وهي اللي هاجر عليها الرسول عليه الصلاة والسلام في الهجرة بتاعته، وقال للأنصار لما استقبلوه اتركوها فهي مأمورة، هي عارفة هي رايحة فين. في حاجة كمان غير القصواء بتاعت الرسول عليه الصلاة والسلام، في الحمراء، دي ناقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب والله أما بقول اسمه بحس بالطمأنينة والأمان. عمر بن الخطاب اسم كبير كبير في الدين، ومش بس للمسلمين، والله لغير المسلمين، لقيت ناس كتير بيقتدوا بيه في كل حتة في العالم. ناقة عمر بن الخطاب نقلته لبيت المقدس. طب لو حضرتك يا فندم شفت جمل في الحلم، ايه الدلالة بتاعته؟ لو شاف شخص مريض انه بيركب على ظهر البعير او الجمل وبيتنقل بيه، فده تفسيره انه قرب يروح، قرب يقرب الاجل بتاعه ووفاته. طب لو شاف رؤية ركوب الجمل ولكنه غير قادر على حركة، يعني راكب، فاكرين احمد حلمي وهو راكب في فيلم عسل اسود والحصان وقعد يقول يلا هوب هوب وما بيتحركش والرهوان؟ لو حضرتك حلمت بتركب جمل والجمل ما بيتحركش، او انت مش قادر تركبه، يعني حضرتك هتواجه صعوبات كبيرة جدا في حياتك، ممكن تدل على كمان حبس وسجن للظلم. النهاردة كانت حلقة كبسولة رمضانية عن الجمال. هل احنا قلنا كل حاجة عن الجمال؟ ما نقدرش، ده الجمل ده عايز موسوعة كبيرة نقدر نتكلم عليه فيها. الجمل ده فيه إعجاز من ربنا مش هتقدروا تتخيلوه، ومش هيكفينا حلقة واحدة عنه، عشرات الحلقات. إن شاء الله بكرة حلقة جديدة وحيوان جديد وطائر جديد من عالم الحيوان، عشان ناخد منه العبرة والموعظة لعالم الإنسان. انتظرونا، نشوفكم على خير.